البومة وزهرة القمر. أحب صف البستنة، انظروا إلى زهرتي. نمت زهرتي كثيراً، إنها ضخمة. أنت متهدلة للغاية. هاي، كيف زهرتك أمايا؟ إنها بخير، ممتازة. عليك أن ترويها كثيراً. أعرف. ربما عليك أن تضعيها على طاولة أخرى حيث توجد أشعة شمس. سأفعل بعد أن أرويها. يمكننا مساعدتك يا مايا، التحقنا بنادي البستنة، لقد تعلمنا الكثير. شكراً، لا أحتاج للمساعدة، يبدو نادي رائعاً، لكنني لست بارعة في البستنة، أقصد أنني بارعة، لا أحتاج إلى النادي. ربما أحتاج إلى المزيد من معدات البستنة. أين اختفت الأشياء؟ عثث لونا، هذا يعني أنها هنا. لماذا تحتاج إلى معدات البستنة؟ إنها تظهر ليلاً وحسب. ولا تنمو النباتات ليلاً. أتريان، أعرف أشياء عن البستنة. مهما كان ما تفكر به فهو ليس جيداً. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بومة. أجل. يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. الصغار. الفتاة لونا في مكان ما في المدينة ومعها العديد من معدات البستنة، لكن أين؟ المنطقة المليئة بالأعشاب ستكون ملائمة للبستنة. الحديقة، إلى طائرة البومة. يا لونا، أين أنت؟ النظرة الثاقبة. بومة، انظري أمامك. ما هذا؟ لا أعرف، لكنني لن أرغب في أن ينبت في حديقتي. ها هي الفتاة لونا. هاي لونا، ماذا فعلت؟ ألا تعجبك زهرة القمر؟ لقد انتهيت من معدات البستنة. اتضح أن كل ما تحتاج إليه زهرة القمر هو جرعة كبيرة من أشعة لونا الليلية. واو، إنها زهرة واحدة مخيفة. واحدة؟ ها، إنها مخيفة أكثر مما تظنون. انتظروا حتى يفتح قرنها ويطلق مئات البذور، كل بذرة ستسقط على الأرض وستنمو لتصبح زهرة أخرى، وكل واحدة من تلك الزهور ستطلق المزيد من البذور وتتحول إلى أزهار. لمن هذه الخطة؟ سيكون هناك الكثير من أزهار القمر ولن يكون هناك متسع لأي أزهار أخرى. علينا أن نوقف تلك الزهرة قبل أن تغطي الكوكب برمته. ماذا تعلمنا في نادي البستنة حول التخلص من الأعشاب القبيحة الضخمة؟ هذا سهل، الحفر هو الحل. لا، انتظري، العشبة الكبيرة لها جذور كبيرة. تخلصي منها كلها، إن تبقى جذر واحد سينمو ويتحول إلى زهرة قمر أخرى. إذن سنقوم بالحفر، هذه هي البستنة على طريقة البومة. صدقوا هذا، لقد تخلصت من واحد منكم، بقي اثنان. سرعة القط الخارقة. عضلات الزاحف الخارقة. هاي. لدي فكرة، هذه الزهرة تنمو في الليل صح؟ إذن لا تحب الضوء، إن سلطنا عليها أشعة طائرة البومة فقد تتقلص. مهلاً، ماذا عن فكرة الحفر؟
أعرف أشياء عن البستنة أيضاً، أتذكران؟ بوما، إن الحفر لم ينجح. لم أنجح بالمجرفة، لكن ما رأيكما أن أستخدم مخالب طائرة البومة؟ سأطير حولها وسأحفر، وسأبتعد عن الأغصان الملتصقة هذه المرة. حان وقت الحفر. حسناً، حان الوقت للسيطرة على أحدهم. لقد علقت مجدداً. يا للأسف. أمر مستحيل. أمسكت بك. عضلات الزاحف الخارقة. اتركي صديقي لونا. هاي، أعيدي لي مغناطيسي. كدت أحررك. لا أظن ذلك أيها الزاحف. زاحف انتبه. هيا يا زهرة القمر اكبري، أطلقي البذور كي لا يبقى متسع لأزهار أخرى أو لأي شيء آخر. الحفر لن يفي بالغرض أكيد. محق. هي، أتساءل ماذا سيحدث لو سقيناها. سقيناها؟ هذا يجعل النباتات تنمو. لكنها ليست نبتة، إنها عشبة غريبة، قد تتقلص إن سقيناها. هي مهلا، خطرت ببالي فكرة. سنطوق النبتة بالخرطوم ونسحبها. بوما، لست واثقا من ذلك. حسنا، سأجرب. أعرف لم أكن في النادي، لكنني أعرف أشياء عن البستنة. انتظري لحظة. ها؟ هاي أنت بوما. حسنا، الآن علي أن أسحب. أيها الفتاة، أوقف الفتاة لونا. زاحف العتب. ابتعدي ابتعدي. أنني أعرف أشياء عن البستنة رغم أنني لم ألتحق بالنادي. لا بأس أيتها البومة. ألديكما أفكار الآن؟ كلي آذان صاغية لكما. سأفكر سأفكر. هذه البذور منتشرة. أو إنها تطير بنفس اتجاه الرياح. مهلا، هذه الفكرة رائعة صديقي. إنها تطير باتجاه الرياح. علينا أن نجعل الرياح تهب بالاتجاه الصحيح. أعرف ما الحل، ولكن أحتاج إلى معلومات عن البستنة. ما الخطة؟ تعالى معي، حان وقت البطولة. أنت مستعد؟ حان وقت عملية إطلاق الرياح. الفتى القط مستعد؟ مستعد. رياح البومة الخارقة. هاي بذوري. سخيفة. سيطرت على جميع البذور. حقا؟ شاهدوني وأنا أزرع المزيد. لنجرب فكرتك، النباتات العادية تحب الضوء والماء. لن تحب هذه النبتة السيئة ذلك أكيد. آه.
الأمر ينجح. لا! أيها المقنعون الصغار، سأعود. نجحنا، فلنهتف معا، نحن المقنعون أنقذنا الموقف ولسنا غائبون. جائزة أفضل زهرة دوار الشمس لي أمايا. أجل. واو، أريد أن أشكر صديقي على نصائحهما. رائع معرفة كمية الماء المناسبة والإضاءة الملائمة. فعلياً هذه الكأس لكما. أجل أبطال. الزاحف العملاق. أجب غريغ، معك كونر، تحول. أين ذهب جهازي اللاسلكي؟ أجل. أوه مقرف. أجب غريغ. أوه ها هو، شكرا لك. مرحبا كونر، مهلا، أعني علم كونر، انتهى. مرحبا غريغ، ماذا تفعل؟ أنظف غرفتي، تعمها الفوضى قليلا، وأمي لن تسمح لي بالذهاب إلى الاستعراض إن لم أنظفها. سيكون الاستعراض رائعا، أكيد أنت متشوق لعرض الزواحف. أجل، إنه المفضل لدي. إذا ابدأ بالتنظيف وسنذهب للمقر الرئيس في حال حاول أحد أشرار الليل إفساد الاستعراض. ستذهبون إلى المقال الرئيسي من دوني؟ مستحيل. لكن ماذا عن غرفتك؟ لا تقلق، سأنظف هذه الفوضى لاحقاً، وأريد إحضار الكاميرا من أجل الاستعراض. لابد أنها في المقال الرئيس، فأنا لا أراها هنا. حسناً، المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى أجل. يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون فوضى. عجبا، الفوضى تعم المكان كغرفتك، قلت انك ستنظف. صحيح، كنت سافعل ذلك لاحقا. هذا القناع الخاص براميو، وهذا جهازك تقليص، كان يفترض ان تضعهما في مكان امن. أجل أعلم، لكن لا بأس، نحن سنراقب المكان بينما أنت تنظف. ولا تلعب بآلات روميو. حسناً. استخدام جهاز التقليص للتنظيف لا يعد لعباً. أنا روميو، وبعد انتهائي من التنظيف سأسيطر على العالم. ما وظيفة هذا الزر يا ترى؟ ما الذي حدث؟ الآن تحول إلى جهاز تكبير، يا للروعة. مرحبا صديقي. زاحف، من فعل بك ذلك؟ يبدو أنني عرضت نفسي لجهاز التقليص الخاص بروميو، وبالتأثير العكسي أصبحت عملاقاً. اطمئن، سنعيدك إلى حجمك. لا، من الرائع أن أكون الزاحف العملاق. سأوقف أي شخص يفكر بإفساد الاستعراض. أنا ضخم. أوه، مشاكل في مكان الاستعراض. الفتاة لونا، إلى سيارة القط. خطوة واحدة للزاحف، وقفزة كبيرة للزاحف العملاق. سيكون هذا الاستعراض ملكاً لي، سنسرق الطوافات لأصبح ملكة الاستعراض. اهتفوا للونا الرائعة. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ سأوصلكما إلى حلبة الاستعراض بسرعة.
النعوش؟ ما هذا؟ إنه الزاحف العملاق، وهو هنا لمنعك من أخذ الطوافات، وبالأخص طوافة الزاحف، إنها المفضلة عندي. مستحيل، حالما أحصل عليها كلها سأنقل استعراض لونا إلى الطريق العام لأوقظ الجميع. هجوم! أنت عديمة النفع هذه الأيام. لوحة لونا! أوثر، أحضري باقي الطوافات واتبعيني. هيا ارفعيها، لا تقحمي قرون الاستشعار فيها. لن ندعها توقظ الجميع ليروها. اطمئنا، لدي خطة. مهلا. وأنا كذلك، وهي كبيرة. ما الذي تفعله؟ سأكبر حجم هذا الصندوق، إن نجحت في جعله أكبر حجما سيكون مناسبا لاحتجاز لونا وعثثها. لا! أجل! قم بتقليصها فورا. لا تقلقا، سأصلح ذلك لاحقا. علي تكبير حجم صندوق النفايات أكثر. احترسا! المقنع الضخم اقترف خطأ كبيرا. مهلا، ما حاجتي بلوح لونا إن كنت أملك عصة ضخمة؟ أكبر الحجم، هذا ملكي، ملكي أنا. والآن سأستولي على جميع الطوافات، أريد فقط المزيد من العثث الضخمة. وشيئا آخر. إلى اللقاء أيها الزاحف. عدت زاحفا صغيرا الآن. ماذا سنفعل الآن؟ أحضرا جهاز التكبير وحولاني إلى عملاق. لا زاحف، علينا التخلص من العثث العملاقة التي أوجدتها. حسناً. بوما، اجعل العثث تطاردك حتى نسترجع جهاز التكبير، ثم دعيها تمر بالزاحف حتى يقلصها. أحسنت أيتها العثث العملاقة، أحسنت. يا عثث، لن تمسكي بي. ماذا؟ لا، عودي إلى هنا. سرعة القط الخارقة. سأخذ هذا. تذكر زاحف، حين تقترب البومة مع العثث قلصها. مفهوم أيها القط. رائع، سأتفقد الفتاة لونا. واو، هي خطرت لي فكرة لجعل خطة القط ناجحة أكثر. هي ليس ثانيتان. يا إلهي زاحف. هل أنت بخير؟ أجل. يبدو أنني فزت أيها المقنعون. الاستعراض ملكي، ملكي أنا. علينا تقليص العثث، إنها فرصتنا الوحيدة. لكنني أضعت جهاز التكبير مجددا. إنه هناك. ماذا سنفعل الآن؟ أنا هو المذنب، أعتذر لأنني لم أصلح ما أفسدته. مهلا، حان وقت البطولة. احذر أيها الزاحف، لا تفعل شيئا يجعله يثور. هذا تماما ما سأفعله بوما. من هنا أيها الطائر. أجل. هيا بنا لنلحق بالفتاة لونا. أحسنت صنعاً يا زاحف. كان علي إزالة هذه الفوضى. عضلات الزاحف الخارقة. تظن أنها اللعبة؟ طائر جيد. صديقاي يحتاجان إلي، وأنت أعطيتني فكرة. الفتى القط.
لن أحصل على جميع الطوافات، لكنني سأخذ المفضلة لديك أيها الزاحف. لوحة لونا! لقد نلنا منك لونا. أتظنون أن بضع علب ستوقفني؟ لابد أنني قلصت عقولكم أيضاً. ابتعد عني يا ذيك الحبش العملاق. قدرات الزاحف الخارقة! أحسنت صنعاً، لكن كيف سنعيد ذلك الطائر العملاق؟ حسناً، سأتوقف عن اللهو بجهاز التكبير، وحان الوقت لإعادته إلى المقر الرئيس وترتيب المقر. فلنهتف معاً نحن المقنعون! أنقذنا الموقف والناس نائمون! واو! يبدو المكان رائعاً! استغرق هذا وقتاً، ولكن الآن عاد كل شيء إلى مكانه. انبطحان! على الأقل وجدت كاميرتي. الفتى القط وقبة لونا، انظرا، أقوم بحركة الرشاش. سأقوم بحركة الموجة. انظرا إلى هذا الرجل الآلي، أيذكركما بشيء؟ أنا أحبك روميو. انتظرا حتى يرى الجميع حركاتنا الراقصة غداً. لا أستطيع الانتظار، حتى إنني ابتكرت حركة خاصة، إنها الإعصار الدوار. الإعصار ماذا؟ رأيتها على التلفاز هكذا. إنها رائعة، كيف تفعلينها؟ افعل أطراف أصابعك وارفع ساقاً واحدة ومد ذراعيك ودال. دورك. ارفع ساقاً واحدة، مد ذراعيك و... اسمعوني جيداً، هذا ليس مضحكاً. ليست حركة جيدة. بلى، لكنك تحتاج إلى التمرين. لدي حركات رائعة، لا أحتاج هذه، ولا أريد التعرض للسخرية. عبث لونا، لا أصدق. إنها دعوة من الفتاة لونا. مستعدون لحفلة لونا؟ احضروا أحذية الرقص ووافوني خارج مقركم الرئيسي الليلة. دعتنا إلى حفلتها الراقصة. حسناً، هذه لفتة جميلة. ربما تشعر بالسوء لأفعالها الشريرة وتريد إصلاح الأمر. الحفلة الراقصة ستكون ممتعة، سنتمكن من أداء حركاتنا كالإعصار الدوار. كونر، لا أظن ذلك. حفلة صاخبة، يبدو الأمر مريباً، لهذا السبب علينا الذهاب لنكتشف خطتها. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. 1، 2، 3، 4، هزوا أجسادكم على حلبة الرقص. بدأت الفتاة لونا الحفلة، هيا بنا، هيا. شكراً على الدعوة يا لونا. أهلاً بكم في حفلتي. مهلاً، هذه مكبرات الصوت الخاصة بالمدرسة. أجل، هل استعرتها من المدرسة؟ لم أستعرها، بل سرقتها من أجل حفلتنا. أهلاً بكم أيها المزعجون. تحدثي جيداً مع الضيوف. ضيوف؟ لا، يمكن للضيوف المغادرة بأي وقت، لكن أنتم الحقيقة ستفهمون قصدي بعد أن تروا هذا.
المصنعون المزعجون ولن تخرجوا من قبة لونا أبداً. ظننتك تريدين إصلاح الأمور. لا أعتذر، وهذه القبة تحيط بكم وتغطيكم من الأعلى وحتى مسافة بعيدة جداً، وبينما أنتم محاصرون سأخذ كل معدات الحفل المدرسي الراقص. ماذا؟ لا أريد أن يستمتع أحد غيري بالحفل الراقص، سأكون الوحيدة في حفل الراقص. غير معقول، ستلغى مسابقة الرقص إن سرقت كل المعدات، ولن نؤدي حركاتنا. خسارة، كنت أرغب بتأدية حركة الرجل الآلي. لن ندع الفتاة لونا تفسد بهجة الجميع أبداً، علينا الخروج من هنا. سأتولى الأمر. عضلات الزاحف الخارقة، لا يمكنني تحريكه. لا أستطيع الخروج. قالت إن القبة تمتد حتى القاع، لن نخرج من تحت. إلا إن قمت بحركة الدوران الخارقة لتشكل نفقاً أسفل القبة. فكرة رائعة، ستكون بمثابة حركة الأعصار دوار الراقصة. أظنها كذلك تقريباً. تحتاج للقليل من التمرين. لا أريد أن أخفق مجدداً، كان ذلك محرجاً، لنجد فكرة أخرى. ستكون بخير، سنريك إياها. هيا خف على رؤوس أصابعك، ارفع ساقك، والآن دل. لكن قم بذلك بسرعة الفتى القط. حسناً. هذا مضحك أيها الفتى القط، مؤسف أنك لن تتمكن من عرض حركاتك في حفلتي. وكيف ستكتمل الحفلة دون هذا؟ سوف نوقفك لونا. ليس وأنتم محتجزون داخل تلك القبة. وداعاً أيها المقنعون. تمتد قبة لونا إلى الأسفل، ربما عليكما تنفيذ حركة الإعصار الدوار. لن ننجح، أنت الوحيد القادر على الدوران بسرعة لتشكيل نفق يقودنا أسفل القبة. سوف نجد طريقة أخرى. حسناً، سنركض باتجاه القبة، لا يمكن أن تصمد أمام قوانا مجتمعة. واحد، اثنان، ثلاثة، انطلاق! عضلات الزاحف الخارقة! رياح البومة! قفزة الفت الخارقة! حركات رائعة أيها المقنعون، ألستم مستعدين للحفلة؟ لأنني مستعدة، أحب البالونات! وخاصة إن كانت لغيري. جرب حركة الإعصار الدوار، واثقة من قدرتك. أيها الفتى القط، ألم يبقى لديك حركات جديدة؟ أو لا، نسيت، لا تستطيع. أما أنا أستطيع. يا إلهي، لن نخرج من هنا أبدا. إلا إن خرج الفتى القط ب فكرة جديدة. وقد فعلت، لا يمكنني تنفيذ الحركة، لكنني أملك سرعة القط. سأركض حول القبة بسرعة فائقة كفيلة برفعها عالياً. يصل الفتى القط إلى سرعته القصوى. الفتى القط عاجز عن الاستمرار. هل قمتم بحركة اهتزازية؟ لقد ساعدتم في تشغيل أضواء القمر. أضواء جميلة وزينة جميلة أيضاً. الأجواء تتحسن أكثر فأكثر بالنسبة لي طبعاً وليس لكم. أعلم أنك لا تريد ذلك، ولكن مستحيل، سأتعرض للسخرية. لدي خطة جيدة الآن. حسناً اسمعا، سنطلق الكرات ثم قذيفة القط، وسنخترق القبة بالتأكيد. الكرات الذهبية، القذيفة. انتهت الحفلة أيتها الفتاة. اقذف، اقذف. ما الذي يحدث؟ هذا كابوس. انظر، سينهار المقر الرئيس بسبب الكرات. أنا آسف، أردت أن نخرج من هنا، لكنني زدت الأمور سوءاً. الآن ستلغى مسابقة الرقص، ولن تتمكن من العرض. هناك حركة واحدة ستنقذ الموقف، وهي حركتك أنت. أجل، الأسفل هو طريق الخروج الوحيد، والأسرع في الحفر بيننا هو أنت. أعلم، كان علي الإصغاء بشأن حركة الإعصار الدوار. محقان. حسناً، ماذا لو أخفق؟ لن أخذ لكما،
حان وقت البطولة. هيا أيها القط انطلق. واو! لقد نجحت على الأقل في إضحاكي. حصلت على المنصة؟ مسابقة الرقص في خطر الآن، وأنا سأحل المشكلة. لا يهمني مهما بدأت سخيفا. عليك المشاركة في برنامج هزلي. ما عليك أيها القط، كنت بحاجة إلى الاغتسال. سخيف أم لا، سأنفذ الحركة. الإعصار الدوار. ماذا؟ أحسنت، نجحت. لننقذ المسابقة. ماذا؟ لا، عضلات الزاهد الخارقة. أيها المقنعون المزعجون، أنتم تفسدون علي وقتي باستمرار. أتعلمين؟ لديك حس رائع بالإيقاع. حقاً؟ أتعني ما تقول؟ أعني ذلك، أرينا حركاتك. اقفزي ثم اختمي بحركة الإعصار الدوار. أجل، أحب ذلك. انظري إليهما، الفتى القط بارع في أداء حركة الدوران. لنعد المعدات إلى المدرسة. الفتاة الأولى تستمتع بوقتها، وعلى الأرجح لن تمانع ذلك. لنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الحفلة والناس نائمون. تحسن أداؤك فعلا. شكرا. واو، حركة رائعة كونار. أظنني تعثرت. أو تعلمون، سأسميها الانزلاقة الدورانية الشهيرة. تدور، تتعثر، تستمر بالدوران. أتريدون التجربة؟ أجل أنا. مستعدون؟ الزاحف البطيء. غريغ، لقد قرع الجرس. ها؟ شاهد خدعتي الرائعة. عودي إلي أيتها الكرة. غريغ، سيأتي الأستاذ في أي لحظة. لست متأكدا من ذلك أمايا، انظري. هل أظن ذلك وحدي أم هو يمشي ببطء؟ ببطء شديد. سيحل الظلام قبل أن يصل. أدرى، ليس الوحيد الذي يسير ببطء. ماذا يحدث؟ سنعرف ليلا. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. أجل. يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. تبدو المدينة هادئة جداً. شاهدا هذا. روميو، ما الذي يخطط له؟ أياً كان، لن نسمح له بفعله. إلى مركبة زاحف. هذا هو المكان، هل يرى أحد روميو؟ أيتها القطة، ليس بهذه السرعة. ها، فهمت؟ لا، لم أفهم. شاهد وحسب. لا، ماذا
المسكينة. القطة بخير، لكنها تتحرك ببطء كالأستاذ والفراشة التي رأيناها صباحا. روميو يستخدم الساعة ليجعل كل شيء يتحرك ببطء، ليس لفترة طويلة. زاحف، تسلل خلف روميو ودمر تلك الساعة، ونحن سنشتت انتباهه. حسنا، خاصية تخفي الزاحف. لما تجعل كل شيء يتحرك ببطء؟ المقنعون الصغار، جئتم في الوقت المناسب، فهمتم؟ إنه الوقت، أنا متألق الليلة. نعم فعلا يا سيدي. أتظن ذلك؟ أنا أجعل الأشياء تتحرك ببطء لأنني أريد أن يتحرك الجميع ببطء كي لا يتمكنوا من منعي من الاستيلاء على العالم، وحين أضع ساعتي في وسط المدينة ستضرب الموجة الهائلة الجميع وستتحركون ببطء للأبد. رائع، أنا عبقري، أخبرتكم بذلك. يا للهول، لا أظن ذلك روميو. زاحف الآن. أين هو؟ الآن الآن زاحف. انظر إلى القطة، هذا رائع جدا. محاولة جيدة أيها البطيء. أوبس، لقد هرب. ما الذي حدث؟ كنت أنظر إلى القطة، كانت رائعة بالفعل. أنت سمحت لروميو بالهرب، عليك أن تركز. اطمئني بوما، لدي خطط محكمة لردعه. بمركبة الزاحف سأتمكن من الوصول إلى مختبر روميو دون أن يرانا. انظر المختبر. تخفي مركبة الزاحف. أتسمع شيئا؟ لا، لابد أنهم المقنعون الصغار. لا، طائر. ابتعد، اذهب، طير، اذهب. لسنا معتادين على رؤية شيء كهذا كل يوم. مهلا، إنهم المقنعون الصغار، أمسكت بهم. إنه يرانا، انطلق زاحف. انظرا لهذا الطائر، هل يطير أم يجلس؟ أو لا، انسى أمر الطائر، انظر. أتمنى لكم التوفيق في المرة المقبلة. إن وصل روميو إلى وسط المدينة سيجعلها بطيئة للغاية، انطلق خلفه. لا فائدة من هذا، مركبة الزاحف تسير ببطء. يبدو بأننا سنلحق روميو سيرا. هيا. ألا يجب أن نتجه إلى وسط المدينة؟ لما العجلة؟ لدينا الكثير من الوقت. فهمت؟ إنه يأخذ استراحة. حسناً، إليكما الخطة، لن يبطئنا جميعاً إن تفرقنا. أنا وهي سنسيطر على روميو، وأنت ابقى مختبئاً حتى أعطيك إشارة. لا كذلك، لن يشتت شيء انتباهي. حسناً، أقصى سرعة. راقب هذا أيها الروبوت. لا شيء سريع بالنسبة إلى روميو. قرص يتحرك ببطء؟ هذا مذهل. أنت مجدداً؟ زاحف انتبه. ها؟ أهرب. لا، لست سريعاً كفاية أيها الزاحف. يجب أن أتعلم ألا أتشتت. إلى اللقاء أيها المقنعون الصغار، سأذهب إلى وسط المدينة، صدقوني سيكون الأمر رائعاً. أنت بخير؟ أنا بخير، أنا فقط بطيء للغاية، هذا ذنبي. لو أن انتباهي لم يتشتت لتمكنا من الإمساك بروميو الآن. اذهبا من دوني. لا زاحف، نحن فريق. أنت محق قط، قد أكون بطيئاً لكن إن ركزت سأساعدكما. لنفعل ذلك. حان وقت البطولة. أجل. صديقي، أحتاج إلى من يحملني. بوما،
شدت انتباه روميو بينما أستخدم قوتي لأهتم بأمر الساعة. أيها القط، إن تأذت البومة ستكون مهمتك هي إلهاء روميو. حسناً، لكنك ما زلت تتحرك ببطء، كيف ستصل إلى الساعة؟ لا عليك، لن يشتت أي شيء انتباهي. أنت مجدداً؟ حان الوقت لأبطئ حركتك أيتها البومة. سنرى ما الذي ستفعله. أجل، لن يشتت شيء انتباهي. كد أن تصيبني سيدي. توقف عن التذمر وساعدني بالإمساك بها. هيا أسرع قليلاً. لا يمكنك الإمساك بي. أمسكتني فعلاً. أمسك بالبومة، سأشتت انتباه روميو حتى يوقف زاحف الساعة. لكن يا سيدي لقد أمسكت بها. تتذمر مجدداً؟ الشيء المهم هو أننا أبطأنا حركة البومة. أمسك بي إن استطعت روميو. سرعة القط الخارقة. لا تشتت انتباهي، علي أن أبطئ حركة المدينة. أنت مجدداً؟ لن تشتت انتباهي هذه المرة. قفزة القط الخارقة. تأخرتم كثيراً أيها المقنعون، سأضرب المدينة كلها بأمواجي. لا، إنها حفلة أيها المقنعون. فلنستمتع. عضلات الزاحف الخارقة. ماذا؟ هاي، نجحت زاحف. كيف وصلت إلى هناك؟ ما زلت بطيئاً. قد أكون بطيئاً، لكن لأن انتباهي لم يتشتت تمكنت من الوصول بسرعة. أجل! أجل، لا مزيد من البطء. واو، رقصة الزاحف، رقصة الزاحف، رقصة الزاحف. أكره رقصة الزاحف، أكرهكم أيها المقنعون. سأنال منكم يوما، سأنال منكم. فلنهتف معا، نحن المقنعون أنقذنا الموقف والناس نائمون. مرحبا. مرحبا. هل أحضرت كرتك؟ أرنا تلك الخدعة. بالتأكيد، لكن لاحقا، حان وقت دراستي الآن. محق، أحسنت لأن انتباهك لم يشتت. شكرا. لنضرب كفوفنا ببطء. أجل. الزاحف وصخرة الطاقة. كونغ فو؟ أجل، وجدته على الطاولة، مليء بقصص رائعة عن معلم الكونغ فو. انظرا إلى كتابي، يتحدث عن أقوى الرياضيين في العالم. واو. ليس هذا فقط، انظرا إلى كل الأشياء التي فازوا بها، جوائز، كؤوس، ميداليات. هاي، ربما سأفوز بميدالية يوما ما. ربما لا توجد جائزة لقوات الزاحف الخارقة. هيا لنقرأ في الحديقة. لو أمكنني الفوز بشيء لأثبت أنني قوي. غريك؟ ماذا حدث لأعمدة الإنارة؟ إنها مثنية كلياً. واو، لابد أن الشخص الذي فعل هذا قوي. ربما زاحف، لكنه لن يحصل على جائزة. ثني الأعمدة خطأ. من فعلها؟ لنحصل على الإجابات. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم.
تتحول أمايا إلى روما. أجل. يتحول غريغ إلى صاحب. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار إلى مركبة الزاحف. صديقي انظرا هناك. احترسا. صخرة تتدهرج في المدينة؟ قلت أسرع يا محاربي النينجا الكسالى، هناك صخرة علي تحطيمها. نينجا الليل، ما الذي يخطط له؟ لابد أن أحطمها، لا شيء يقف في وجه لكمة الثلاثية القوية. أو أو أو. أتتمرن على حركة رقص جديدة؟ لم تحزر هذه المرة. أيها المقنعون المزعجون، أنتم لا تملكون فكرة عما لدي، صحيح؟ صخرة كبيرة عملاقة؟ ليست مجرد صخرة عادية، محاربو النينجا أحضروها إلى هنا من معبد قديم أعلى الجبل على بعد آلاف الأميال. إنها صخرة الطاقة القصوى. صخرة الطاقة القصوى؟ قرأت عنها في كتاب الكونغ فو، هناك أسطورة حولها تقول فيها وسام ثمين جداً. كهذا؟ إنها كالميدالية. إنه وسام وليس ميدالية، والبطل الأقوى فقط هو من يحطم الصخرة ليحصل عليه، وأقصد بالبطل الأقوى أنا. البطل الأقوى؟ لكنك لست بطلاً حتى. انتظروا لتروا ذلك الوسام حول عنقي، واضحكوا على ذلك. إذن وسام للبطل الخارق، ها؟ إن حصلت عليه، سيعرف الجميع أنني كنت الأقوى. زاحف، عن ماذا تتحدث؟ ماذا لو حطمت الصخرة؟ عندها لن يحصل على الوسام، أنا سأحصل عليه وأضعه كالرياضيين في الكتاب. استخدموا مهارات الكونغ فو يا محاربي النينجا. اضربوا بقوة أكبر، هكذا. هيا. لست قوياً بما يكفي نينجا، لكنني متأكد أنني أقوى. زاحف توقف. لكن إن حطمت الصخرة وحصلت على الوسام، سيكف نينجا الليل عن المحاولة وتحطيم الأشياء. في أحلامك أيها الزاحف الأحمق. محاربي النينجا، تحرجوا تلك الصخرة. استمروا، سنحطمها في النهاية. إن استمر بدحرجة تلك الصخرة سيدمر المدينة، علينا إيقافه. هيا علي تحطيم الصخرة. لا أحد يستطيع تحطيم تلك الصخرة، علينا أن نوقفها. لكن الوسام سيثبت أنني قوي جدا، وسأعلقه في غرفتي. أنت قوي جداً، وإن ضربت تلك الصخرة ستطير عالياً. لنجرب شيئاً آخر، سأركض بشكل دائري حول نينجا الليل ومحاربيه. أجل، سأطير بالزاحف للداخل لنتمكن من تحطيمها؟ لا، لنحملها للمقر. حسناً. هيا بنا، سرعة القط الخارقة. والآن لنحملها إلى المقر. لا ضير من محاولة واحدة. عضلات الزاحف الخارقة. زاحف. لقد أفسد خطتكما ولم تترك أرجله الصغيرة أثراً، والآن شاهدا كيف يستخدم سيد النينجا كل قوته. ضربة النينجا ساحقة. الملعب. لا، رياح الثومة. زاحف التقطها.
رائعة. شكراً، لما لا أحاول مرة أخرى؟ ها؟ لكن سأكون حذراً، أنا أعلم جيداً أن باستطاعتي الحصول على ذلك الوسام. ذلك الزاحف لا يملك أي تأثير. أحقاً؟ سأنجح في المرة القادمة، سترى. نطحة محاربي نينجا القوية. 1، 2، 3. ماذا؟ أنا قوي بما يكفي. الزاحف محطم الصخور. لم تتحطم بعد. محاولة أخرى. عند حد معين يصبح الوضع سخيفاً. هل استخدام نينجا الليل لأعمدة الإنارة في ضرب الصخرة لم يكن سخيفاً؟ وجدتها. سوف أحطمها وسترون، حتى وإن اضطررت لضربها بأقوى مبنى في المدينة. واحذروا ما هو. ليس بمقرنا. ماذا لو تحطم؟ لن نكون المقنعين الصغار من دونه. لا يمكنك فعل ذلك يا نينجا الليل. ظننتك ستفهم أيها الزاحف، فقد حاولت تحطيم الصخرة أيضاً. اقفزي. يا إلهي، لن أسمح بحدوث هذا. لا. لا، تتجه نحونا الآن. لا تقفوا هكذا محدقين. كان ذلك هو شيكاً. خرج النينجا عن السيطرة، وهذا كله بسببي. عضلات الزاحف الخارقة. أنا آسف، كان ينبغي أن أضع الصخرة في المقر الرئيس ولم أفعل، وأوشكت الصخرة أن تصطدم بكما. لا بأس، أعدنا المقر كما كان. لكنكما تعرضتما للخطر، الجميع في خطر طالما الصخرة موجودة في المدينة. كنت محقا بهذا. استعدوا للصدمة والذعر. إن استخدمنا هذا ستضرب الصخرة بقوة أكبر. مستحيل، حان وقت البطولة، لقد اكتفينا من تلك الصخرة. لن يوقفني أحد أيها الزاحف الأحمق، الوسام سيكون ملكي أنا. زاحف لا، ابتعد. سوف أتخلص منها. عضلات الزاحف الخارقة. واو، كانت تلك حركة خارقة بالفعل. أجل، لا أعلم ماذا حدث لي، شعرت فجأة بأنني أقوى من أي وقت. هذا لأنك أردت إنقاذنا من الخطر واستعملت كل نقاط القوة الخارقة لديك. محقان. أعد الوسام لي، إنه ملكي. لن يكون لك أبدا. لكن أنا من حطم الصخرة ورميتها على مقركم الرئيس. أنت رميتها، لكن زاحف من حطمها بقوته الخارقة. هذا غير منطقي، كيف يعقل أن يكون الزاحف أقوى مني؟ لأن القوة الحقيقية نابعة من اهتمامك بأصدقائك. أين التسلية في ذلك؟ لا بأس، احتفظوا به، لكنني سأعود في وقت غير متوقع أيها المقنعون. محاربي نينجا، سأرسلكم مجدداً إلى المعبد الجبلي لمزيد من التمرينات. أنت تستحق الوسام عن جدارة. شكراً، لكنه من مكان بعيد وهو مرتبط بأسطورة. من يحتاج إلى وسام على أي حال؟ سأضعه في المتحف ليراه الجميع. رائع، وربما هناك طريقة أخرى لإثبات قوتك مجدداً. فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. لابد أن الذي حطم تلك الصخرة قوي جدا. من الذي فعلها؟ إنه اللغز.